عندما ننصح بعض المنتسبين الى العلم انه لا بد ان نفرق بين مشيئة الله وفعل الله ثم مشيئته ايضا او فعله كما تقول هذا من فضل الله ثم من عمل او فعل فلان، ولكنهم ردوا علينا بهذه الشبهة وهي قول الله تعالى وقالوا سيأتينا الله من فضله ورسوله، فلم يفصل بين الله ورسوله. هذا اتيان من الله، هذا لان الاتيان من الله ورسوله، الله جل وعلا يعطي والرسول هو النائب في هذا، وليعطي بامر الله، امر الله ان يعطي من بيت المال ما شاء سبحانه وتعالى، وقال انا الى الله راغبون ولقد الى الرسول. فالاتيان من الله والرسول، واما الحسب حسبنا الله والى الله الرابع سبحانه وتعالى. اما الايتاء فالله يعطي والرسول يعطي بامر الله من بيت المال ومما اعطاه الله من الامور، فاذا قال اتانا الله ورسوله او اتانا الرسول كذا ولا اعطانا كذا فلا حرج في ذلك، لان الايتاء من الرسول ايتاء من الله.